ولا ليال عشاء والبا وحينو أرقنا ميد لسيسيدو قلن هوري أما قلن دنب ميد لسيسيدو أما وحال لغايا أبا حبالي قبورو إنينو أقمرنو وأينو أرقنو لكن ورو مهينو حباشن قده دا وحكا صعودة قبري قاني حباشن قفك الله ديقايو وحكا صعودة ورو مهينو وحانسا شريعة دا كوهينا منا قد كيسوا كولا ليا وضب نارا منا قد كوكبر واقعي سنيا هايو نعمة يتشنو كوهيستا سي رسولك إيه دينتو إنو شاكتي الله كورمي سبحانه وتعالى إسوي دي مي والدك مي حقو تيرا حقاي قبتين آبها مي مي والدك إنا دالي والدك سي دالي مي ولا الله دا مي شاركي مي ضدك إنت أتقاني حقاي قبتين وكتغينا الدنيا بل إنت قف ولو با إنت أتقاني إيه إلى هاي أوف صدي بل دي بويك آد بأوتي رب دانتا حقاي ضدك سي قبتين قبري بيكوه إذن دوني دا وكالا اللابتين إهلكي iyo farxaday dhex joogeen dadkoodi ubadkii iyo awlaadi adoonkii iyo jagadii iyo kursigi maalkii la haystay leedarkii daarna furshaantii lagu hurday raashinkii la cunayay maryihii la xidhanayay xaragadii iyo gawaadidi meel hawlaha soo dhaw waa laga dhexbaxay xagee la qabtay qabri baa la galay qabri oo maxaa tahay waa wax dhirirkaaga leeg oo balacaaga leeg oo duc waliba ciidi ka xigto dusha waa ciid هوس واعيد حقن واعيد حقن واعيد بركين ماله جوجل ماله مرم ماله كبن ماله لايد ماله وهل ماله حاس ما تشوقو عروري ما تشوقتو والدي اولال اهلي السوكيه وحن ما انت اسكو باحسنينا عيد ما تشوقتو كلي غابا تشيف عمل كاغي با كولا تشاره هدو حمايه هدو وعنا اسغا كولا تشوق وح كلو كولا تشوقا ما جيران اسغا كو وهله هلكاس اد جليسا هل كاسات كوه ينيسا وحو رسولك إلي عليه الصلاة والسلام قبرك مركو كهد لي قبرك وديغانك وقوه الرئي اي آخر ابو نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان وادقر نيسا ايالا قولي عثمان مركات قبري قفل آسا يتماد واد الميسا المدى كاسو قبطا قركاغا ويقويسا يوي صودافتا الى اللابتا دي كودا دعدا دع marka janay naar la soo hadal qaado sida uu mooyid Cismaan oo maxaa dhacay wuxuu ku jawaabay waxaan maqlay nabiga oo cisha cishooyinka kamida yiri al qabru awwalu manazil al akhirah qabrigu waa deegaamada aakhiro deegaanka ugu horeeya ee qofku markuu dunida ka yimaado uu ku hoyanayo fa in yanju minhu hadu qabriga qofku ku badbaado fama ba'dahu aysaru minhu wixii ka dambeeya waa sahlo وإن لم ينجو منه هدان قفك قبرك كبد باد وعذابك متيسته فما بعده أشد منه وحي كدن بيا وكسي أدقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولي جاي ما أرك أي نبي ورني صلى الله عليه وسلم إيه قده ولي جاي ما أرك مقال انتي وحلي تسي شنو أرك ونار بالله تسي ودني دميل بدن بو أرك وحبدن بو سوچوغي ولي جاي ما أرك قبرك ميل لمده بالنبي عليه الصلاة والسلام ميل قبرك لمدة وكأرق قحبدا قد كاقفك الله تشيفين أيو ما أرق بو نبي صلى الله عليه وسلم قبورا ذر كيسان بدن وكمدة ماذا ويا مكدبا بوحيي بو نبي عليه الصلاة والسلام وحي إلهي كو افتيمين أيا صابتي لما دوباتي ميل قورا كما دلوشو وافتيم كو كسو قليو عد عيدا بحيسا وإذن كأرقي مارك الله آسا يقفك بو بو يدق حبالا قوم الله آسا ميل قورا إنانو كان نفسا إمنك هديدا قدها الله حد حلو لكن الله بختيه وماذا وحبارك ما إنه مال قرأ فرني ما جرت حباش وأبرنته وحرنته وحقفك ويفتي منا يا قبر جاي حباش أبو النبي عليه الصلاة والسلام عملك صالحة أي رسولك تلمامي صلوات الله والسلام عليه حديثك قتادة وحو شيء أنا سنا ورينا يو قفك مؤمن كاي أما قفك مركور ننتو أي قبر جاي الله ديجو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحا دور تبعو إيمانا يا isagoo dadkii aasay gawaadidii baxaysay iyo shanqadhii kabihii iyo codkii waxa uu maqlayo nafta durtaba la soo gelinaya dabeytana waa la soo fadhiisinaya laba malaq baa u imanaya way soo fadhiisinayaan waxa la hor keenaya suurad iyo sawir nabi maxamed sawirkiisa baa la hor keenaya ma garanaysa qofkaasi haduu qof muumina oo miyir qaba oo diinta ku dhaqma oo ilaahay ka cabsada oo dunidan is ilaaliyay haduu qofkaasi ahaa دور تبا وحورنا يا ها ورسولك إلهي أشهد أن لا إله إلا الله
وأنه محمد رسول الله رسولك إلهي إنه يهيب أن قرية وأنه دين بنا سوغار سيه مركاسا وحال أرنا يا هلكا إيك وحال توصي يا هلكي النار تكولها ما وجه ده هلكا أولا ليس ومقسنك يا النار تكالي لهيد واتكسم تبحثو ألا كابد بادي هلكا أنا إيك واتشنذي هلكا سهوي قاقو يهي قبرك الله واسعين يا هلكا ساليدا يا معانك يا قبوة يا النعمة تشنذا لو قصوا أفوفيا iska seexo nam nawmal nawmatal aruus qof aroosa oo kale hurdadi seexo qabriga loo waasiinaya halka ay ishiisu gaadho nabi guri cali salaatu wasalaam aya loo kala fikinaya ki gaalka ha iyo ki munaafiqa ha marka la horkeena suurada iyo sawirkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam garanaysa ila dunida waa mid dafiray iyo mid diinta ku tuntay iyo mid ilaahay rasuul ballaastay suu caaye dunida intuu joogay ayaa la horkeenaya ma garanaysa markaas oo oranaya ha ها أفكارقات باكسو هري أي عباد بحبا قران ماي ضدكو وحليوا مغلي تيري مركان دوني دا تشوغي لكن ما نابا دكتو يو ايغي حقا ملايك تالا ورانا يا قراع دبيال يبرر برا بيلاد عيانو هال كاسي كاقا بلابايا عباد كبحايا چنك يا إنسي موياني مخلوقا انتي سكالي وي مغلي يا نبي قول عليه الصلاة والسلام سيدا سالو قراع يا إلا انت قيامه وكعيو ولا الله يهل رسول كوحو تلمامي عليه الصلاة والسلام qabriga inuu qofka aan tuugo marka sida qabriga qofka loo galiyo uu qabanaya qabriga qofku waana uu qabanaya waxa looga jeeda uu soo durkaya qofku qabrigi baa ku soo durkaya ku soo durkaya ku soo durkaya sidaas uu qabanaya qofka qabriga waxa kaasa waa muuminka iyo gaalka iyo munaafiqu way kala duwan yihiin muuminku qabashada uu qabriga intuu ku soo durko ciriiriyo cid ka baxsanaysa ma jirto bu nabi sallallahu alayhi wasallam cid waliba oo dhimata ciriirka chudho hore way la kulmaysa waxaana warku ku yimi nin saxaabada kamid oo geeriyooday oo saad ibn mu'ad la yiraahdo ayaa cishadi uu dhintay ba rasuulku wuxuu yiri ninka aad aragtaan saad ibn mu'ad maanta geeriyooday geeridii ninka ku timi malaa'igtii samada joogtay arshiga ilaahay ba gilgishay uu nabi guri calayhi salaatu wasalaam arshiga ilaahay maanta ninka geeridiisa waa la gilgishay ninka koray ku tahay uthman saad ibn mu'ad hadii cidi ka badbaadayso cantuugada iyo qabashada iyo ciriirka qabriga ninkaasa ka badbaadilaa nabi guur sallallahu alayhi wasallam qofka muuminka ay markuu qabrigu soo durko uu yara ciriiriyo waxa uu la mid yahay qaabka uu qabriga u qabanayo hooyo turaal badan oo naxariis badan oo inankeedii ilmaheedii soo qabatay oo halka ku qabatay oo kale dabeetana uu sii deynaya ilaa dhulkan iyo adoonkan meesha ku jira intaba ilaahay baa leh qof wacan buu ahaayo waa laga durkinaya kii gaalka ahaa way isu soo durkayaa qabrigu waa isu soo durkayaa ilaa ay feedhiba feer dhaafto feedhaha midigta joogaa halkaasay afka kala baxayaan kuwa bidixda joogaa tartarkana halkaasuu u dusayaaba nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa takhtalifa adlaacu ilaa ay feedhihiisu saa isu dhaafaan buu nabigu sala alay slam waa qof la buquujinayo waa hordhac baa la yidhaahdaa waxa ku soo socda ayay intani hordhac u tahay waa sooriyadii koowaad baa loo dhiibay oo lagu sooriyeynayo cadaaba ayaa la siinaya walaalayaal qofka muslimka ahi waxaa la gudboon inuu halkaa u tashado siduu ilaahay ula kulmi lahaa oo godka marka uu galo ilaahay subxaanahu wa tacaala xisaabta uu xisaabinayo u badbaadi lahaa wuxuu yidhi albara ibni caasib saxaabi la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi rasuulkaanu maalin raacnay nin saxaabi oo ansaartii ka midaa geeriyooday xabaashiisii baanu tagnay xabaashii baa la qoday iilkii baa la jeexay markaasaa rasuulku fadhiistay xabaashii iilka marka xaggan lagu soo rogay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa fadhiistay xaggaa iyo qibladu u jeeda wuu kada looba ciiddii laga soo guray iilka ayaa halkan labadii saacadood dhexdooda taala nabiga calayhi salaatu wasalaam ul yar buu sitaa ciiddii iilka laga soo guray ayuu sidaa u shakulaya ku mudmudaya nabigu calayhi salaatu wasalaam fajacala yanduru ila asamaa'i wa yanduru ila alard wuxuu bilaabay kolna inuu cirka eego kolna inuu dhulka eego nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu marna kor eegay marna dhulka eegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu saxaabada ku soo jeestoo yidhi istaciiduu billaah min cadaabi alqabri saddex goor buu ku yidhi war ilaahay cadaabulqabri ka magan gala war ilaahay cadaabulqabri ka magan gala markuu saddex jeer caynkaa yidhi ayaa rasuulku isagu duco la kacay allaahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabri saddex jeer ilaahayow cadaabka qabriga iga badbaadi waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa qofkii ilaahay diinta u soo dhiibay waa khayru khalqi illaah waa rasuulu rabbi alcaalamiin
أيا ساقو بقي عذاب القبر وأن عذاب القبر أركين بق وإلهي ورسول كيس الشيعين ملائك أنبيادو يا رسول تشركودو إسكدا أبارك يا عذاب وركدا حتى عيدوا مع أنتم النبي عليه الصلاة والسلام عين كاسو النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا ليال وحيابها مهم كأه يقفك مسلم كأه إنه كتها شذل الدونيو ونرشى آدموشا إلهي وحيد سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله نفس كجو أي صور لمن أيسا إذن كإلهي لأنتي ما ترتب إلهي سبحانه وتعالى كتابا مؤجلا وكتاب جو أن وركاسي وجو أن يهي نفن إلهي أوجين أرض من يسا مشرته ومن يري ثواب الدنيا الدنيا ذا دفت يدي ثواب كذا قفك الدنيا نؤته منها ونصينا كدون النول وح عنايو وح عبام بجرانيا يا وح رلا يا وح روري كإن تأكل يا جرانيا إيه آخر موجة إيه عن حقة بحساب تدي هوش يا كتيرين أنت والنول يا مصروفة إن مصاريف بنصينا بإلهي ومن يري ثواب الآخرة قفك الدنيا نصيب كيس قادنا يا آخرة أبالك يا آيها ونكسنا إلى هاي الشيئين دون يا تبع يا عمل فلنا يا الله كيا يا دلال ينا نؤته منها ونصيننا بإلهي سبحانه وتعالى ما هي إلهي كوكب قبل آيات وسنجزي الشاكرين كو الله كحرن إلهي سبحانه وتعالى دقالها ودقالين يو هنون كأو هنون يهجاتي أنت لو مهد علينا يا أبل قد بانوسين النبي الله يرسل سبحانه وتعالى ذاتك سلف كها وحي أورانجري تابعينتي ذاتك صدح بها وعقلي بذن صدح هي ذاتك وعقلي بذن من أرضى ربه قبل أن يلقاه قفك ربك رالي قلي إساقو نول وأن ولي دمان أي إلهي رالي قلي الدون إلهي كحران وعنو يقفكاس ذاتك كاسا وعقلي بذن سفاد اللبادة وعقلي كولي هاي ومن استعد القبر قبل أن ينزله قفك قبر يا حبال الديار قروبة انت يساقو الله ما يرأي الله كان في عن حباش اللقلين كسي تحدري الديار قروبة ومن ترك الدنيا قبل أن تتركه قفك الدنيا يساقتك انت أنا يكتغي الدنيا دو ويكاتغي أما أذا كتغي ونحن نصيب كاغنا كقاضو الدنيا دا قعانتا بريحكو قبصو دين تاذنا قعانتا مريكو قبصو سيدا أقاضو ولا ليال قفك مؤمن كأهي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت المامي حديث البراء بن عازب ورينا رضي الله تعالى عنه أيا وحو يري أنه رسولك اللي تشوقنا عليه الصلاة والسلام مالي مالمها كاميدا أيا وحو أركي ضد ميلكو أروسا مركز وحو يري ورهل كام حاكة شرا ضد كوروسين رسولك إله يو حبال بي قضيان مركز وريا حبال بي قضيان كواها انتو إلا ضي أيو رقاقي نبي سقوط لي رينيا وأنو قاري كري وينيو أن نقول نوال اللب اللي حادثنا وضب صعنا وحو اللي حادثه أو رسولك طلاب صده ماشي قبري قال له قضي أيو تقع عليه الصلاة والسلام مركو رسولك قبري قاركي اللي قضي وأرقكح ويسبدلي إلما إنه سكسود ضابط عليه الصلاة والسلام مركو أسا رسولك وكذا الله صده البراء بن عازب وحديث كورينا يا وحو يري وان دبس عدي انتان سو وريقي أيان هل كاهر تيسا أصوى فريستي بلانيو إيغا يا رسولك وحو أرندونه رسولك هو إلمين يا عليه الصلاة والسلام مركاسا رسولك نغسو تشيستي مركو عبار فوراري و إلمدي كسو دادتي للك أي كدب عيسو غير كيسي كدب عيسو أيو كرنوسو إيغا نبيو عليه الصلاة والسلام أي إخواني استعدوا لهذا اليوم ولا لها يوم مالين كانو كالي أدي أرقروب نمولو بحبال باكو سوغا يسي مالين كاسو كالي أدي أرقروب نبيو صلوات الله وسلامه عليه ولا ليال وحين أباهن هاي قبور تحتا إن لزو زيارتو قبورها مقالة كيالي ما سعاد كواللو قلي إن قفكو تغو بشي مرأة ملابو أسبوعي صائعو وهي رسول كوحو يري زور القبور فإنها تذكر الموت وفي رواية تذكر الآخرة والحبالها بوغدا بوغشادة حباله قيريدة إذن حسوسين إيسا بوغشادة حبالها آد بوغتان وحي إذن حسوسين إيسا آخرة النبي عليه الصلاة والسلام وحي رسولك الشرعي إن لو دعيه حباشة مركا لطوه لابا فائداء لو تغيى إن هاد أدوه كوانو إيا وعدي قادتت أو درين كاغيه بل ديبسو حسوستت ذاتكي هل كاسي كوهو ينايا إيو إن هادو دعيسو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ثالنا أسلانتو ذاتكا دارت هاد دقاني مؤمنين ومسلمين هو ويدين سلامي إن هاد تراهضو أنتم سلفنا ونحن بالأثر
وفي رواية أنتم سابقون وأتنجهر مرتين وحبال بهر تياضي متين وأنو إذن كي دبا إيماننا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هدي الله إلى هذا وأنو إذن كدبا إيمان دوننا نسأل الله لنا ولكم العافية أن نجي إذن كنا إلهي وحنو إذن يا دم دافي سبحانه وتعالى يعافس هدي حبال قال أتسو مرتين شرعات وحيت المانتي إن دردورك دافته وأدنى عدشه وأترى إلهي إن عدشي سوين كسو دكتي عذاب كيسنا إلهي إذن كشب إلهي مصائب يا بلايا إذن كريد وحدد حباشا قال الله صومرت إنك والله الحمد مسلمين بعد إنو أحسن بدنك مسلمين بأنه هي حبالها يقدر مسلمين أكو وضع أحسن وهذا يكون قبصت قبل قبل يقنتي ولا لها قفكو إنو حصوصت قبلها أما حباشا أصابه حيابها إنو كهلين فائدة ده وحاكم إذا قريد إنو حصوصنين وحاكم إذا آخر إنو حصوصنين هميغان إيا رجدان دير الدنيا العيرين أيوه قفكو يسلي حقا أي حقا أي حقا سايشد وصويران أيها قلبي قاين أقول دبعايا قلبي خشوعه دبع سنبين كهلين إنها يقا إلمين أيها والنفط يذا إسبدليس غفلة أي هلمانك أينو قيريد أي كلانك إلهي آخرة الهلمان سيهي أيا يران أيسا وحا عبسي إلهي بقلبي قاين نقليس دذال حق عبادة أبا إنو كرنية ديار قروا أين قبرك يا آخرة وديار قروا إنه أيها إنه كرية إلهي دم بيجين دم بيجا والد كان بهدف بشارو 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 هذه سفر لو قال شري برشد القرآن ك حتى واحد كوب برانيسا قرآن ك إيو علوم تشريع هذا هذيك أوجو قري هذا إيو كوب هذا شقوق دوسيجا أونلاين ك برشد القرآن ك كريم ك يشريع هذا إسلام ك دروس تأوسيدا تحنها وديو وحكم إذا برشد القرآن ك كريم ك إيو هجدة علوم تشريع هذا إسلام ك تربية أولاد إيو لغة عربية هذا باس خورست واي سعطا هلا نهرو قاد وحفا فاهينا كلا حريد نبراد شاشة دكاقة مطلع هموغاني دوكسيقة أبلانك برشاد القرآن كريمك يعلم تشريعات إيدار الهجرة.